رئيس مركز العرب للدراسات الأستاذ محمد فتحي الشريف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا إيهاب بيه، ازي حضرتك؟ ازاي سعادتك أستاذ محمد؟ امتى محمد يزهق أصحاب المصالح الغربية ويسيبوا دول جوار مصر في حالها؟ طبعا الدولة الليبية دولة محورية ودولة مهمة جدا بالنسبة لمصر، والدولة طبعا المصرية يعني ترغب في استقرار ليبيا، وخاصة أن ليبيا ما أوصلها إلى هذا المشهد وهذا المختنق الحالي من الأزمة الليبية هو كما تفضلت حضرتك وطرحت السؤال وقلت أين أو متى يتركون الدول الغرب أو الدول المتدخلة بالسلب في الشأن الليبي الدولة الليبية ودول جوار مصر بشأنهم الداخلي يحلونه كما يروا. أعتقد أن التدخلات الأجنبية هي عنصر سلبي جدا للغاية في الأزمة الليبية، فالأزمة الليبية منذ أن اندلعت في 2011 وما تبعها من انتخابات واستقرار نسبي في 2014، ثم بعد ذلك كانت هناك عدد من اللقاءات ومن المؤتمرات الدولية، كانت الدولة المصرية هي الشريك الحقيقي الأصيل الذي عبر عنه رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي بقوله أن الدولة المصرية صادقة في أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار. طب إيه العطلة اللي حضرتك شايفها؟ طبعا إحنا لمحنا وجود السيد الوزير سامح شكري وسيادة الوزير عباس كامل، وفي تنسيق كامل على المستوى السياسي والمعلوماتي، يعني وجود الشخصيتين شديدي الأهمية دول في الاجتماع ونظرائهم من الجانب الليبي، لكن إيه في رأي حضرتك الأسباب اللي بقيت الآن ما زالت تعطل الوحدة الوطنية الليبية عشان تقدر ليبيا كلها تتكلم باسم الشعب بصوت واحد، وتكون النتيجة انه الدول الغربية تجبر على ان لا دي ليبيا دي بلد عارفة هي عايزة ايه، وشعبها يهمه الاستقرار والتنمية اهم من انه يتمزق ويتفرق كل فريق تابع لجهة خارجية. أبرز النقاط المحورية الموجودة في الملف الليبي وفي المختنق الملف الليبي والتي أطالت الأزمة هي التدخلات الخارجية ودعم بعض الأطراف على بعضها، ولكن الحادث الأخير حادث درنا وحد الليبيين وأدرك الجميع أنهم في قالب واحد وأن الحل الليبي لابد أن يكون حاضرا، وأعتقد أن المصالحة هي النقطة المهمة بعد أن نجحت الدولة المصرية في أن يكون هناك لجنة دولية تعني بتوحيد المؤسسة العسكرية وهي لجنة 5+5، ليعلم الجميع أن لجنة 5+5 انبثقت من اجتماعات التي رعتها الدولة المصرية في وقت سابق لتوحيد المؤسسة العسكرية، وأكثر من مؤتمر لدول جوار ليبيا وصلت لعشر دول كانت بتأتمر وتجتمع في مصر لهذا الحل طبعاً وهذه الرؤية الواحدة. طبعا، وهذا الملف شديد الأهمية وشديد الخطورة لأنه يؤثر بالسلب والإيجاب على الدولة المصرية، ولذلك تجد فيه الشخصيات رفيعة المستوى سواء كان الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية أو السيد سامح شكري أو كل المسؤولين عن الملفات الخارجية وخاصة الملفات التي تشهد تجاذبات كبيرة. الملف الليبي ملف مهم جدا بالنسبة لمصر، الدولة المصرية ترغب في أن يكون هناك استقرار حقيقي، الدولة المصرية ذهبت بالملف الاقتصادي إلى توافق حدث في القاهرة في مدينة الغردقة ثم القاهرة، أيضا الدولة المصرية استطاعت أن توحد المؤسسة العسكرية وتأتي بلجنة 5+5 الذي أحدث استقرار نسبي على الأرض، لكن تبقى العملية السياسية تحتاج إلى قاعدة دستورية، تحتاج إلى توافق، تحتاج إلى مصالحة. نعم، ملف المصالحة تم يعني خطوا فيه خطوات كثيرة جدا، ولكن نحتاج إلى المزيد، وخاصة أن السيد عبدالله باتيلي قدم مبادرة، ولكن هذه المبادرة لم تشمل حكومة السيد أسامة حماد في المنطقة الشرقية، ولذلك لم تلقى القبول الكامل. أتمنى أن يكون هناك دور حقيقي للاتحاد الأفريقي والجامعات الدول العربية والكل الذين يرغبون في استقرار ليبيا، وخاصة أن ليبيا دفعت ثمنا غاليا في أحداث درنا الأخيرة. الفيضان درنا أثبت بما لدى مجال الشك على أن الفرقة والنزاع والصراع الذي شهدته الدولة الليبية على مدار العقد ونصف الماضي أثر على البنية التحتية وأثر على شكل الدولة، وبالتالي كانت هناك لجنة إعادة الأعمار التي بدأت في بني غازي ولجنة عودة الحياة التي بدأت في طرابلس، وهذه من روافد التنمية التي يعني حدثت في الفترة الأخيرة بعد أن حدث استقرار نسبي وأمني، ولذلك لابد أن يكون هناك مزيد من يعني الدفاع عن ما حدث في الفترة الماضية.